اركان الاتزان في الحياه هم 7 اركان. انا كنت بحاول اشتغل بالداتا شو بس يعني ربنا ما اردش. فهم 7 اركان، فيهم الاول القاعده الروحانيه، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. نمره 1 علاقتك بربنا انت فين. نمره 2 الركن الشخصي، علاقتك بنفسك. نمره 3 الركن الصحي، علاقتك بالهديه اللي ربنا اداها لك. نمره 4 الركن العائلي، علاقتك بالزوجه وكيفيه اختيارها، ثم علاقتك باولادك وعلاقتك بابوك وامك وعلاقتك باخواتك، ده السكيل الصغير. وبعدين الركن الاجتماعي، علاقتك بزملاء المهنه وعلاقتك باصحابك القريبين ومعارفك وجيرانك، انت فين في الحته دي. وبعدين الركن المهني، انت فين في علاقتك بمهنتك. واخر حاجه الركن المادي، علاقتك بالفلوس. ودي مصيبه كبيره. انا استاذنكم اللي عايز يسمع يبطل كلام لو سمحت. انا بقبل اسئله بعد المحاضره في ورق، اوكي؟ هنبتدي في الاول بالركن الروحاني، علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. نمره 1 احنا ربنا خلقنا في 3 مراحل، جسد وروح ونفس. الجسد فيه كل الشهوات الدنيئه والغير دنيئه اللي موجوده في الدنيا. وبعدين الروح، وانا اعتقادي الشخصي ان الروح مكانها القلب، ثم النفس. هنا في ايه؟ حد يرد؟ لا. هنا في مخ، وفي فرق كبير بين المخ والعقل. هنا عندكم كارت ميموري صغير كده او الشيك الصغيره دي اللي فيها كل ذكرياتكم السعيده والاليمه، كل خبراتكم وتجاربكم، كل مفهومكم الذاتي عن الدنيا. طيب انا كاتب كتابي اسمه منظومه القيم الغائبه عن حياتنا، هو نازل في معرض كتاب. في حاجه اسمها رحله الذنب. الذنب بيتكون ازاي؟ كيف يتكون الذنب عند البشر؟ الجسم بيجيله عارض من عوارض الدنيا، اي شهوه كويسه او وحشه، فيبتدي يبعت اشاره للحته اللي فوق دي، فتروح تطلع له فايل تقول له اه الموضوع ده اتعرض عليك قبل كده وانت عملته، ما تعمله تاني وما اتكشفش لو كان حاجه مش كويسه، او يعني اعمله واستغفر، وتلاقي له كل المبررات الشرعيه والقانونيه عشان يعمل الذنب ده. واحنا معتقدين ان موجود هنا الشيطان مع النفس، النفس اللي موجوده هنا معاها الشيطان. احنا كلنا عارفين ان الشيطان بيعمل معانا 4 حاجات. نمره 1 يخرجك من الدين خالص، من المله، ما عرفش يخش في اللي بعدها، يعمل ايه؟ يبعدك عن الطاعه. والراجل المشهور اللي هو احد السلف كان رايح يصلي الجامع، فنزل وقت الفجر فوقع والدنيا ضلمه، اتزحلق، اتبهدلت هدومه، راح راجع البيت تاني متوضي وراح نازل تاني، راح واقع تاني، راح راجع البيت تالت، راح متوضي ونازل تاني. ففي رابع مره لقى واحد بياخد ايده وبيعدي الحته اللي فيها الميه، وراح جه الغد الجامع. فرد قال له طب انت مش هتدخل تصلي معايا؟ قال له لا. قال له ليه؟ قال له عشان انا الشيطان. قال له طب انت بتعمل كده ليه؟ قال له لان ببساطه اول مره انت عملت كده ربنا غفرك، تاني مره غفر لاهل بيتك، تالت مره غفر لاهل الحي، فبدل ما يغفر للبلد كلها انا اوديك الجامع. دي تاني حاجه بيعملها الشيطان معانا. تالت حاجه يلخبط لك الطاعه. يعني ايه؟ يعني يخليك تصلي كانك بتعمل تمرينات، انت مش موجود. ساعات انت بتبقى بتصلي جنب حد وتلاقيه هو بيعمل حركات غير اللي انت بتعملها، لان الذهن مش موجود في الحته دي. هم ليه قالوا لنا وانت بتصلي
انا متشائم. عندنا عقل يمين وعقل شديده جدا. لو لا كل اثنين بقى خلاص. عندنا عقل يمين وعقل شمال. العقل اليمين ده مسؤول عن التخيل والابتكار. والعقل الشمال مسؤول عن التحليل والتنقل. يعني كان فيها حته قدام في الحكم الشخصي. فلما انت بتركز في نقطه السكوت انت بتلغي العقلين ويبقى في فراغ. فبتبص في الفراغ في الارض فتبقى تركيزك كله في ربنا سبحانه وتعالى. بس. فما يقدرش يدخل لك. حلو كده؟ اللي بعدها ومن اخطر ما فيها ان الشيطان بيلعب لك في النية. بيلعب في نيتك. تيجي تعمل خير يقول لك الله الله الله. طب ما توريني الناس عشان برضه كده بقطع يعني. يبقى خدت ثوابك في الدنيا. نيتك باظت. هو بيلعب على اربع حاجات دول بس، ما بيعملش حاجه ثانيه خالص. ايه الاخطر منه ايه؟ النفس. لان ببساطه شديده لو حتى قرا سوره البقره الملائكه بيقولوا لرب العزه ايه؟ اتخلق فيها من يفسد فيها ونحن؟ لو فكرنا شويه هنلاقي ان الموضوع ده كان فلاش باك بقى اللي احنا فيه ده كله تمثيليه. يعني ايه؟ يعني اذا كان في ناس غيرنا في الدنيا وربنا كتبهم واحنا جايين تجربه جديده. على فكره مش عايز حد يرفض او يقبل كلامي نتصور. هو كده فعلا. كان في غيرنا في الدنيا اللي هم المرضى والشياطين ففسد. والوحيد اللي كان عابد فيهم ابليس. من كثر عبادته ربنا رفعه للسماء. فربنا نزل ملائكه شمال قضوا عليه. ابليس لما وضع في اختيار اطاع. ولما وضع في اختبار اسجد لادم اضل. اضلته مين بقى؟ هو كان في شيطان قبليه؟ نفسه. هي دي مصيبتنا كلنا. خلي بالكم احنا في صراع طول اليوم ما بين ايه؟ النفس والروح. نفس والروح. نفسك بتوديك في حته وروحك بتوديك في حته تانيه. في ناس تشوفوها اول ما تشوفوها تقولوا ايه الراجل الشفاف ده او الست الشفافه دي. دي بتبقى مملكي الروح عندها وخليك على النفس. وفي حد تاني اول ما تشوفوه في بيتك انا مش عايز اشوفك تاني. ده بيبقى النفس عنده اتغلبت على الروح تماما. واغلبنا بنتمرجع ما بين النفس والروح. لان ده صراع الحياه. لو بصيتوا لكلمه بشر شيلوا البيت بقت ايه؟ شيلوا الشين. ده سؤال الحياه. انت عايز تبقى شر ولا بر؟ عايز تبقى شر على نفسك وعلى حواليك كلهم ولا عايز تبقى بر لاهلك واصحابك والناس كلها؟ فالدنيا بتمشي بسهوله. اما الذنب يطلع فوق ويلاقوا له كل المبررات بينزل فين؟ بينزل هنا على القلب. خلي بالك القلب فيه روح. ليه؟ لو في حد مات بيقدروا يعلنوا الوفاه حتى لو العقل وقف بيقولوا مات في الكلينيكيه. لكن لو القلب توقف بيعلنوا الوفاه. بقول لك ايه؟ والعقل هنا ليه؟ لان هم قالوا بمنتهى البساطه اليس لهم قلوب يعقلون بها؟ أليس لهم قلوب يفقهون بها؟ القلب في الحته دي والعقل في الحته دي، عقل القلب. ده اللي احنا بنمشي ده العقل اللي احنا بنمشي ينزلوا الاثنين على الحته دي. طيب لو انت مقوي روحك بتصد فالذنب يطلع لفوق ما يحصلش. اذا هم عبدي ففعلها كتبت له سيئه فلم يفعلها كتبت له حسنه. صح؟ طيب لا الذنب اتعمل وعدى. عدينا بالذنب ايه اللي يحصل؟ اذا كان في القلب مضغه صالحه تبدا حاجه اسمها نفس الاولانيه.
النفس اللوامه. تبتدي تلومك اذا كانت باهت المفتاح تحت حد حد يسيبها ومات. ودول العياذ بالله ارجو ان هو ما يكونش حد فيهم. ده